بعد غياب دام قرابة 4 سنوات، السوق المركزي بالرباط يفتح أبوابه من جديد وبحلة أكثر عصرية. فخلال فترة الإغلاق التي فرضها وباء كورونا، خضع هذا الفضاء التاريخي الذي يقوم عوادي الزمن منذ 20ميات القرن الماضي لعملية ترميم شاملة شاركت يونسكو في الإشراف عليها. بالنسبة للإصلاحات اللي عرفتها السوق المركزي، هي كتدخل في إطار الاعتبار يعني المدينة العتيقة، في إطار المشروع الملكي مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية. هذا المشروع الملكي يعني اللي بدا يعني العمل به يعني تقريبا 3 ولا 4 سنوات على في عموم ديال العاصمة الرباط وبالخصوص المدينة العتيقة، والسوق المركزي هو جزء من هذا يعني هذا المشروع هذا. وبمجرد انتهاء عملية التأهيل، عاد السوق إلى مجده السابق كوجهة رئيسية للتسوق لسكان العاصمة الرباط ونواحيها. وحرصت السلطات على إزالة جميع مظاهر العشوائية من الفضاء وتوفير المرافق الأساسية، مع الحرص على احترام التجار معايير الصحة والسلامة الدولية. حلونا المارشي ان شاء الله بعد 4 سنين ديال المعاناه، الحمد لله. وبعد اجبت كورونا حتى هي اثرت علينا بزاف الدوبلات، والحمد لله دابا هو التصويب داكشي ممتاز وصوب داكشي احسن من اللي كان. كنجي ديما لهذا السوق المركزي وفرحانه باعاده ترميمه وبانه بقى بداك الرونق وبداك الطابع اللي كان من قديم. وان لاحظت بان كاين هناك تنظيم، وكاين غير كنتمنى ان تكون في سورتو في شهر رمضان تبقى ديك الجوده. وتتزامن اعاده فتح السوق المركزي مع بدء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان. بالنسبه لرمضان ان شاء الله على الابواب، وحنا راه وجدنا ليه واستعدنا ليه ان شاء الله، والسلعه راها موجوده يعني اي انواع ديال السلعه يعني انواع التمور. وفرض المغرب في رمضان الماضي حزمة من الإجراءات الصارمة، بما في ذلك حظر تجول ليلي بسبب كورونا، مما أدى إلى تراجع بعض الأنشطة التجارية الموسمية. في شهر رمضان في المغرب، على غرار عدد من الدول العربية، من المنتظر أن تنتعش عدد من التجارات المحلية وأن تتحرك العجلة الاقتصادية التي تضررت بشدة من جراء تفشي وباء كورونا وما فرضه من إغلاق. ابتسام حجاج، سكاي نيوز عربية، الرباط.